الكاك علامة استفهام كبيرة تطرح، تواضع في النتائج، أزيد من استقطاب أزيد من 22 لاعب، وهزيمة في مباراة محلية أمام لايسيس أمام جميع السراوية بجوج صفر، الفرق كان منهزم بجوج بجوج لواحد عفوا، الفرق كان منهزم بجوج صفر، علامة استفهام كبيرة تطرح حول مردودية نادي القطري وخطاء نادي القطري، وإلى ماذا يريد أن يصل الفرق نادي القطري على أي الهزيمة، توضح بالملموس بأنه الفريق ربما قد يعاني الأمر كما معنا السنه الماضيه. ونذكر انه اخيرا تم بدات عمليه هدم المدرجات المكشوفه الاسطوريه ما يعرف ببولوز لفريق نادي القطري، هذا المدرج اللي به كان فريق نادي القطري قوي من سبعينات القرن الماضي حتى الان. هذه عمليه الهدم المدرجات المكشوفه والمغطاه تاتي في اطار يعني اكمال عمليه يعني انشاء المدرجات ليصبح الفريق او الملعب في غضون السنوات القليله القادمه بسعة أو طاقة استيعابية تصل ل 45 ألف متفرج، قد يهيئ هذا الملعب في أقرب وقت، ولكن أين الفريق الذي يوازي هذه الطموحات وهذه القاعدة الكبيرة لجماهير كرة القدم التي تحلم بفرق كبير؟ إنما فرق كبير بين الواقع والحلم.